قم بتبسيط 16 إكس زائد 14 ناقص 3 إكس تربيع زائد إكس ناقص 9. إذن عندما تطرح عبارة كاملة فإن هذا يعادل 16 إكس زائد 14، ثم نجمع لها عكس هذا كله، أو نجمع ناقص 1 مضروبة في 3 إكس تربيع زائد إكس ناقص 9، أو بطريقة أخرى يمكن أن نقوم بتوزيع الإشارة السالبة على كل هذه العبارة. هذا كل ما سنفعله هنا، سأقوم بجمع الصورة السالبة من هذا أو بجمع معكوسه. إذن هذا الجزء الأول لن أغيره، فيبقى 16 إكس ناقص 14، لكن الآن سأقوم بتوزيع الإشارة السالبة هنا، ناقص 1 ضرب 3 إكس تربيع تساوي ناقص 3 إكس تربيع، ناقص 1 ضرب إكس تساوي ناقص إكس لأن ذلك عبارة عن موجب ضرب 1، ناقص 1 ضرب ناقص 9. تذكر أنه يجب أن تأخذ هذه الإشارة السالبة بعين الاعتبار هنا، ناقص 1 ضرب ناقص 9 تساوي موجب 9، سالب ضرب سالب يساوي موجب، إذا لدينا موجب 9. والآن علينا أن نقوم بتجميع العبارات المتشابهة. إذا ما هي العبارة الأعلى درجة؟ لدينا عبارة إكس تربيع واحدة، أي عبارة واحدة من الدرجة الثانية، دعوني أكتبها هنا، ناقص 3 إكس تربيع، ومن ثم لدينا عبارات من الدرجة الأولى وهي إكس أو إكس للقوة واحد. لدينا 16 إكس وسنطرح من ذلك إكس، سنطرح 1 إكس، إذن 16 إكس ناقص 1 إكس تساوي 15 إكس. فإذا كان لديك 16 عنصر وطرحنا منهم عنصر واحد سنحصل على 15 عنصر. ثم لدينا أخيرا 14، يمكنك أن تقول أن هذا عبارة عن 14 مضروبة في إكس للقوة 0. 14 زائد 9 كلاهما ثوابت، أي أن كلاهما مضروبان بإكس للقوة 0. 14 زائد 9 تساوي 23، وانتهينا. ناقص 3 إكس تربيع زائد 15 إكس زائد 23.